إلى جانب النائب غسان حصباني عضو كتلة الجمهورية الغوية. صباح الخير أستاذ غسان. وما تقولوا لنا بعد ما اتفقتوا، لأنه على أساس امبارحة في اجتماع بالليل للمشاورات والمداولات لحتى تشوفوا شو بدكم تعملوا. القوات اللبنانية تعتبر فقط أن بنت قائد الجيش هو الوحيد الذي مهم بالنسبة لكم، رح تحضروا الجلسة غدا مش رح تصوتوا إلا على بنت قائد الجيش، شو رح تعملوا؟ طبعا موقفنا من التشريع يعني دائما ثابت، لكن التعاطي مع القوانين بجلسة عامة منه جائز بشكل طبيعي. أكيد نحن عم نتشاور بعدنا مع القوى المعارضة، يعني نحن تشاورنا داخليا وعملنا كل السيناريوهات وبتشاور مع قوى المعارضة. فوجئنا أيضا بخبر أنه في احتمال أن يكون هناك جلسة مجلس وزراء لإصدار مرسوم للتمديد لقائد الجيش، وهذا المرسوم طبعا قابل للطعن، وهناك شكوك حول النوايا من التئام مجلس الوزراء هيك آخر لحظة من بعد ما صار له أشهر مش ملتئم لحتى يطلع هيك مرسوم. وإذا كان هالشي صحيح وصدر هالمرسوم وكان هناك طعن فيه، يضع الجيش في مهب الريح يعني، وفي وضع فراغ يعني ليس مقبولا وهو خطير للبنان. لذلك نحن عم ندرس كل الخطوات المحتملة ومتمسكين أكثر وأكثر بموضوع إصدار قانون لتمديد لتقاعد القيمات. عظيم. إذا بدنا نقول يعني اليوم الملف جدا متشعب، بين بالأمس يعني رئيس مجلس النواب نبيه بري نقل عنه نائبه النائب أو نائب رئيس المجلس رئيس بوصعب أنه إمكانية الذهاب باتجاه الحكومة. اليوم إذا بدنا نحن نحكي باتجاه الحكومة، هل رح تضموا صوتكم لصوت التيار وتقدموا طعن بمجلس شورى الدولة؟ لا هلا اذا بدهم يصدروها الحكومه، نحن عم نقول الطعن هو خطير. نحن مش بس هيك بدنا نشرع لنشرع، بالعكس تماما. يعني كنا تمنينا على رئيس مجلس الوزراء من فتره ورح نعمل له زياره كقوى معارضه وتنشوف باي اطار ممكن ان يعني يحلوا هالمساله، لكن باطار فقط قابل للطعن وان يطعن به من قبل الجهه اللي بالحكومه اللي مش راضيه عليه، يعني حزب الله او التيار. لا طبعا تيار وطن الحر، يعني الله رح يحضر. يبدو ما بعرف هلا، بس يبدو انه اذا صارت هيدي بدها تصير بالتفاهم والتناغم بين رئيس مجلس الوزراء وتيار الوطن الحر وحزب الله. لذلك هيدا الحال سيكون هش، يعرض قيادة الجيش لاهتزازات يعني غير مرغوب فيها. بالنسبة لجلسة الشعية، بحال مر، لأنه بالحديث هلأ لا سيناريو واضح، بحال مر هذا القانون بخلال الجلسة الشعية، أنتوا اليوم رح تحضروا فقط رح تصوتوا على بند التمديد لقائد الجيش، أو شو التوجه، شو السيناريوهات المطروحة لديكم؟ في عدة سيناريوهات عم نبحثها مع قوى المعارضة، منها أنه التركيز فقط على هذا البند لنرى كيف يمكن معالجة اولا مبدانا بعدم القبول بالتشريع بشكل عام واي تشريع اللي كان، والمبدا انه موضوع قائد الجيش تحديدا، قياده الجيش تحديدا، موضوع كتير خطير ودقيق بهالمرحله اللي لبنان عم يمر فيها اليوم بالعمليات العسكريه اللي عم تصير على لبنان بالتقلبات بالمنطقه. يعني بس رح تحضروا وتصوتوا لبند قائد الجيش؟ بعد مش محسوم هالموضوع هذا حاليا. سؤال اخير بما يتعلق ايضا باقتراحات القوانين، هناك 4 أو 3 قوانين بارزه للتمديد لقائد الجيش، عادة ما يتم دمجهم، اليوم عم بيصير الضغط ليتم دمج هذه القوانين لتمرير التمديد أيضا للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بإطار التمديد لكل القادة الأمنيين. كمان شو رح يكون موقفكم؟ هل رح تصوتوا على هيك قانون بحال دمجهم ووضع هذا القانون على جدول الأعمال أو اعتمد؟ على هي ما هيك بتصير الأمور، بتصير نقاش حول القوانين كل بند ببنده حسب جدول الأعمال كيف بينطرح، بس بنود المعجل المكرر تطرح بالتسلسل. يتم دمج البنود المتشابهة بالأول؟ لا، يتم نقاش صفة العجلة على كل قانون، هي مش بند، وقانون بيجي بمادة واحدة يعني مفروض المعجل المكرر، يتم تصويت على صفة العجلة، وإذا كان في صفة عجلة فعلية للقانون يبحث ويصوت عليه، وإذا كان هناك حاجة لدمج وتستوفي شروط العجلة كل الأمور اللي بتندمج فيه يناقش موضوع الدمج ويطرح من النواب. يعني رح تصوتوا على التمديد للواء عثمان ضمن يعني بحال دمج او اخذين قرار انه لا؟ لا، هالشيء مش معروف بعد، لانه اليوم حسب النقاش بده يصير بمجلس النواب وحسب التصويت كيف بده يصير على البنود وعجله القوانين المطروحه.